وشحال تستهلكوا ديال الحبه السوداء الى في السنه؟ انا كنستهلك نص كيلو في السنه انا ولادي 12 سنه كنستهلك نص كيلو في السنه. الحلبه تقريبا كيلو 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 ونص في السنه اللي كنستهلكوا. حب الرشاد كنستهلكوا 300 غرام في السنه. ما كنظن هذا الشيء غادي يكون رخص بكثير من الادويه ومن هاد بعض المصائب اللي اللي كتاخذوا بكثير. ها الاولاد هادو كندير لهم سالوج مع العسل، كندير لهم زعتر، كندير لهم سميتو كياكلوا. ما الحمد لله ما 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 نخليهمش يمشيو. ما تنعرف تبي بيدياتر بعدا، ما تنعرفش طبيب الاطفال، ما عندي تبي، ما تنعرفش طبيب الاطفال. ويكون يكون خير والله. هذه المسائل الصناعيه هي مسائل قاتله ومسائل سامه، والعلماء الان حتى في الغرب الان ولاوا يعني واحد يعني الاعلان يعني رسمي في التلفزيون، عندهم الاعلانات وعندهم حتى في الصحف ديالهم ولاوا يوصون الناس بالابتعاد من هذه الاشياء، خصوصا الكيماويات والمضافات الغذائيه. ما كاينش اغذيه معلبه ولا مصنعه ما فيهاش مضافات، ما كايناش. واكبر كارثه هي ما تشترونه لاطفالكم، هذه المسائل اللي كتشريوها لي ساندويتش وهذوك المسائل اللي كتشريوها من عند مول الحانوت الاطفال ديالكم. كارثه. لان كل هذه المعامل اللي عندنا، عندنا بزاف المعامل، مع شي 13 ولا 17 معمل اللي كتصيب غير هذا الشيء ديال الاطفال الصغار في المغرب، بلد صغير بحال كافي 17 معمل واه كثير. هذا دليل على ان الناس كيستهلكوها، والمواد كلها مستورده من الخارج 100%. ما كيخدموا لا القمح المغربي ولا اي شيء من المغرب، كل شيء مستورد 100%. طيب فتفادوا الله يجازيكم بخير هذه الامور، واحفظوا هذه الاطفال.